أسامة شنو مشتغل؟ إشف. بصراحة أول ما سمعت التحدي اليوم هو فطور، فأول شيء جبالي هو المطبخ الفرنسي. أوكي. فاختاريت أكثر طبقين يعني أنا أحبهم وأحس بهم تكنيك حلو. أول شيء الكرو ساندويش، حشيتها التركي والخضار، والطبق الثاني هو الإيك بنديك بصلصة الهولنديز، محشي بالسبانخ والفطر، وقدمتها مع صوص سلطة بسيطة بالدريسنج عصير الليمون والزيت الزيتون. هذا الصوص مو؟ إيش في صوص الهولنديز. أنت خارج لجوه هنا؟ جوا أكو الجرجير والماشروم، شوية ذبلتهم بالزبدة. هذا الباجيت؟ إيش شف؟ البراون باجيت. هذا شلون اشتغلت الأمية؟ شف البيض بمي وملح وخل، وطفيت النار مجرد ما غلى المي، نزلت البيض بعد ما حركت البيض ونزلت البيض بعد ما تخلصت من الزوائد مال البياض البيض، نزلته بشكل بطيء جدا لحد ما تكور عندي. بالنسبه للطبق كله جميل، صوتك مو كويس صراحه، شرحك جميل مثلك. كذلك الطبق محتويات حلوه، وصراحة أفضل واحد بالمجموعة، أعطانا تكنيك حلو وشرح حلو. شكرا شيخ. شكرا. صوص الهولنديز طيب بس راد لأكثر، يعني أكثر يشد، يعني موضة شوية على ملوحة. يا شيخ أعتقد أنت الوحيد اللي مستخدم كرواسون بصورة صحيحة، منو بيكون مستخدم بعد كرواسون؟ فأنا أحييك على هذا الشيء. شكرا شيخ. استغليت المكون هذا وسويت منه فد شيء حلو. تكنيك مال البيض عندك زين وعشرة على عشرة. الصوص مال هولنديز إذا درناه هنا أعتقد راح يعطيني بعد تيست أقوى. فبصراحة المكونات متناسقة، الأداء عندك متناسق أيضا. قاعدنا شغلة السلطة لازم نشيكه، بس هذا لو مقطعة كان أحسن. صح؟ صح. فأنا هذا شوي راح تشوف راح عن صعوبة. أنصحك أذوقه. يمكن أخطأت بتقدير الوقت أكثر شيء، يعني أنا كان ببالي أقدم سيت منيو متكامل، كان ناقصتني شغلة واحدة، أنا اختارت أقدم الشيء الساخن والشيء البارد، بس كان المفروض أكو مشروب. أخطأت بتقدير الوقت فملحقت، الوقت ما كان يسعف، ملحقت أنه أقدم المشروب حتى يطلع السيت منيو بشكل متكامل، فأعتقد هذا كان خطأي. أما غير ذلك فبالعكس أنه ثناء الحكام كان ممتاز بالنسبة للشيء اللي قدمته.